مين فينا ما قراش رجل المستحيل، ملف المستقبل، كوكتيل 2000، كلها طبعا روايات اتربينا عليها من واحنا صغيرين. وطبعا كمان في بداية الألفية كلنا كنا بالنسبة لنا يعني المغامرات البوليسية وكمان المخابراتية كان بالنسبة لنا كان فيها شيء محترم جدا، وقد ايه كمان الواحد بيحس وبيفخر ان هو مصري. لان اللي عمل كده من خلال الكتابة هو رجل كبير طبعا في عالم الكتاب والكتابة وعالم الأدب، سواء كان الأدب يعني في عالم الجاسوسية أو كمان الأدب البوليسي. رحل عنا من كام يوم فاته لسه الكاتب الكبير نبيل فاروق، طبعا من أخبار السيئة جدا والحزينة لنا كلنا. وأنا شايف لحد دلوقتي لسه أن يعني إعلاميا برضو لسه أنا شايف الناس ما اتكلمتش عن الكاتب الكبير نبيل فاروق لحد النهاردة حتى بعد رحيله باليستحق. ده حقيقي، يمكن بس أكتر الأخبار انتشرت على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، ولكن هي يعني أنا بحس إنه الناس دي كل الناس اللي تربت على أيديها وتربت إن هي بتقرأ لهم وتربت على القصص بتاعتهم، فهم فعلا بيكونوا يعني الحزن من جواهم، يمكن حتى لو زي ما انت بتقول ما اخدوش حقهم الاعلامي زي ما يستحقوا، ولكن فعلا في ناس حزينة عليهم جدا. يمكن دكتور نبيل فاروق وكمان دكتور احمد خالد توفيق كان من اكتر الناس اللي خلوا الاطفال انها تقرا، انه الشباب والمراهقين ازاي يحبوا القرايه وفي نفس الوقت بيحطوا لهم ماده محترمه، ماده بتزرع فيهم فعلا قيم واخلاق. يمكن ادهم صبري يعني واحد من اشهر الشخصيات اللي كتبها دكتور نبيل فاروق، كل الناس فعلا كانت متعلقة بيه ومتعلقة بالمثالية والأخلاق اللي كانت عنده. يعني هو ده الهدف اللي هم كانوا بيكتبوا عشانه، وأعتقد أن هم وصلوا في النقطة دي بشكل كفاية. يمكن اللي اتعلمناه ده طبعا من الدكتور نبيل فاروق والكاتب الكبير نبيل فاروق طبعا أن دايما أبطاله كانوا مثاليين وعندهم كمان أخلاق وملتزمين دايما بيها، وعلمونا قيم مهمة جدا في حياتنا زي الحق والعدل واحترام الكبير وكمان عدم الغش، وكلها حاجات طبعا مهمة جدا في حياتنا اتربينا عليها من النشأ من واحنا صغيرين، وكلها قيم مهمة جدا. لما تقرأ رواية وانت صغير كده، الروايات الجيب دي يا جماعة يعني الأجيال برضو الحالية يمكن متعرفهاش بشكل كبير قوي دلوقتي، لأن عالم السوشيال ميديا هو اللي طغى دلوقتي يعني بشكل أكبر وأحدث. كانت هي حياتنا، بنشوف العالم كله من خلال الروايات. يعني ملف المستقبل ده كنا بنشوف منه برضو يعني الحاجات اللي ممكن بناخدها في العلوم اللي ممكن بندرسها شوية، انه بيكون عندك معلومات من قبل ما تدرس الحاجة بسبب انت ان انت يعني قريت رواية او قريت قصص اديتك المعلومة دي من غير ما تحسسك، انت اوريدي خلاص بقى عندك المعلومة. بالظبط كده، حتى العواصم بتاعت الدول برضو ناس كتير جدا عرفتهم من خلال رجل المستحيل. يمكن كمان دكتور نبيل فاروق كان ليه دور مهم جدا ان هو فتح باب قدام روائيين الشباب، خلاهم ان هم يتشجعوا وان هم يكتبوا. يمكن ده كمان اللي قاله دكتور احمد خالد توفيق كاتب سلسلة ما وراء الطبيعة الله يرحمه، طبعا انه نبيل فاروق هو اللي ساعده ان هو يكتب وينشر القصة دي.